اول مره في حياتي كل قراسي ماشي منسجم مع المقوله ديال برنارد شو في لحظه سخريه من الحياه، مني قال حينما احزن اغني فاكتشف ان صوتي أسوأ من مشاكلي فابتسم. لكن الحقيقه انني لا استطيع وما نقدرش انني ابتسم رغم ان صوتي ماشي مزيان، كما انني لا اجد اي لذه بين الناس اللي دايرين بيا سواء الاصدقاء او الاهل، ناهيك على هادشي اللي كتعرف في البلاد من خيبات وتراجعات على كل المستويات. كنرفض نبكي، هاد المهنه هادي ديال البكايه من اجل اشياء صغيره صنعها انسان صغير بزاف، ولكنني اشعر بالقلق الشديد على وطن كتفتت كل القيم النبيله ديالو، حتى واحد ما قادر يلتفت للاخر، وحده المال من يحدد من نكون، او ان المال من يحدد سلطه من نكون. سباق مفزع على من يشتري لولده او بنته شهاده ولا دبلوم بمدارس عليا لغتها الوحيده هي المال. وهنا كل شيء كيهضر على ثروه العلم والقيمه ديالته، وان اللغه الامنيه هي التي تتحدث بها اغلب المؤسسات بما فيها المؤسسات التربويه، انه نموذج جديد يغزو المغرب ويحاول ان يقدم نفسه ك موتو العليا بما فيها الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية اللي هي مجرد ألعاب أطفال لا تختلف كثيرا عن ألعاب ديال عيشورة مع بعض الأصوات الشريفة والقليلة التي لا يسمع صوتها حتى بين أهل الدار. اليوم هادشي اللي كتعيشو البلاد من انتكاسات حقوقية ومن محاكمات للصحفيين ومن ترهيب وتخويف ممنهج للجميع، ما غادي تلقوني الا ان اردد ما قاله الشاعر الكبير محمد المغوط: الفرح ليس بمهنتي. كنشعر بالخوف على وطن وعلى قيم صنعها ذات يوم رجال كبار من اجل كل الاجيال القادمه، ولكنها كتذوب بشويه بشويه كما يذوب الملح في الماء. يا للعار حينما يحاكم الرجال أو يحاكم الرجال بسبب الكلمة الحرة أو بسبب قلم صغير يكتب أن الوطن ليس مستباحا وراه ماشي للبيع. أصعب حاجة أن تعتقد أنك حر في بلد لا يؤمن بتاتا بالحرية لأولاده. وأنا اليوم أتذكر بألم شديد الحوار اللي دار بين زوربا والمثقف العضوي المدعو باسيل، مني قال ليه انا حر يا زوربا، فرد عليه زوربا وبنوع من اليقين قال ليه كلا لست حرا، كل ما في الامر ان الحبل المربوط في عنقك اطول قليلا من حبل الاخرين. هذا الحبل هذا اليوم موضوع على رقبة الجميع وبشدة، وتا واحد ما يمكن لي انه يتحرك سوى في الاتجاه الذي يتم توظيفه او توظيفه من طرف السيد، هذا السيد الذي لم نعد نعرف من يكون. كل ما في الامر هو ان نتعلم او ان نتعلم هذه الخصال الحميده للصمت، بل كل القواعد ديال الصمت من اجل باش نكونوا من لائحه الاخيار والطيبين. وإذا كان يعني موجبا علينا أن نتكلم فلا تنسوا أبدا أن لسان داير بحال العافية وبحال النار. أيها السادة ولا أيها الأصدقاء، ما غاديش نتكلم اليوم ونقول لكم ما غاديش نقدروا نهضروا ونحرقوا كاع داكشي اللي كنشدوا من الأوراق البيضاء اللي كنكتبوا فيها، وما غاديش نرسموا أن الدولة شكل منحرف. حتى لولادنا ما غاديش نعلمهم حرفة القراءة، وكونوا مطمئنين أننا لن نشتري أي كتاب وما غادي نبقاو نشريو حتى رواية تكشف ضعف السلطة وفشل الحكومة والغباء ديالها. اطمئنوا، احنا هو الأغبياء،
احنا الذين نعاني من مرض اليقين، ونعاني من مرض الشك، ونعاني من مرض ضعف الذاكرة، ولكن لا نريد أن نتعلم أن حب الوطن هو مسؤولية عظيمة في مواجهة يومية لكل انحراف أو فساد كيف ما كان، أو بعبارة صغيرة هو انتصار الحقيقة. وهنا لابد أن نبدأ مع ما بدأ به الشاعر العظيم ديسيموس ماغوس في أول بيت من القصيدة الشعرية ديالته، من اللي قال: أي طريق أسلك في هذه الحياة؟ في البداية علينا أن نعلم جميعا أن هادشي اللي كنعيشوه في الآونة الأخيرة لا يختلف كثيرا على ما جاء على لسان إحدى شخصيات الرواية التركية للكاتبة إليف شفاق في روايتها الجميلة بنات حواء الثلاثة، وهو يتحدث عن الوضع المتعفن اللي وصلت له البلاد، موضحا بنوع من الغضب: ثمة قدر كبير من القذارة ومن الوسخ التي تحتاج إلى تنظيف، وقدر كبير من الكسور التي تحتاج إلى تجبير، وقدر كبير من الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح. علينا أن نصدق فعلا أن هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبت من طرف المسؤولين ومن طرف الحكومات السابقة في هذه البلاد، ولكن لا أحد يريد أن يعترف بهذه الأخطاء وبحجم هذه الأخطاء، ولا أحد يقر ولا يريد أن يقر بأن الخطأ إنساني كما يقول المثل الفرنسي. لكن اليوم يشتغلون ولا يهم الطريقة التي يشتغلون بها، يرفضون أن نقوم بدور الأب أو حتى دور الأم في عملية بسيطة لتصحيح تمارين العامرة بالأخطاء اللغوية والإملائية والمفاهيمية، وأنهم يتحركون في كل الاتجاهات بلا ما يعرفوا الوجهة الحقيقية اللي يجتمع عليها واللي يجمع عليها الدود. إنها المنطقة من الجسد المصابة بالمرض والتي تزداد مع مرور الوقت في التعفن دون أن يشتموا رائحة العفن. راه الرجل المكسورة أو اليد المكسورة لا تعالج بجورب من حرير كما يقول المثل الإنجليزي، بل تحتاج إلى جبيرة الجبس الخالص من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها الأولى. ويقينا لن تعود هذه البلاد إلى طبيعتها الحقيقية دون انتصار لسيادة القانون باعتباره أسمى تعبير لإدارة الأمة أو لإرادة الأمة وخارج سلطة القانون. فإننا سنظل دائما تحت رحمة الأشباح اللي يجعلونا نفتقد طعم هذا الفرح الحقيقي الذي غاب عن بيوتنا وعن مدارسنا وعن شوارعنا زمنا طويلا. وحينما يغيب الفرح سننهزم بلا شك، لأن الإنسان كما يقول الكاتب الروائي الكبير حنا مينا يجب أن يهزم الفرح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.